أهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامج بالبونت العريض، فيها نحلل أبرز ما جاءت به الصحف الصادرة لهذا اليوم. ننتقل مشاهدينا مباشرة إلى عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم. جاءت على وكالة السودان للأنباء حمدوك: يجب أن نشرع فورا في إجراء انتخابات المحليات. وعنوان آخر: نيابة أمن الدولة تحرك قضايا ضد 5 قيادات في الحرية والتغيير. أما على صحيفة السودان الدولية، البيجا يعلن بدء العد التنازلي لإعادة إغلاق شرق السودان. على وكالة رويترز، رئيس مجلس السيادة يقيل ضباطا بالمخابرات العامة. أما على صحيفة أخبار اليوم، أمريكا ترفع تمثيلها الدبلوماسي في السودان إلى سفير. على صحيفة الصيحة، تدابير احترازية لمواجهة الارتفاع في حالات الإصابة بكورونا بالخرطوم. أما على صحيفة هلال الرياضية، الهلال يستأنف التحضيرات ويترقب وصول المحترف الملاوي. إذن مشاهدينا، كانت هذه عناوين الصحف الصادرة لهذا اليوم، وسننتقل إلى الفقرة التحليلية، ولكن عقب هذا الفاصل فابقوا معنا.